حضرتك ماشيه كده ورحت واقعه انا اتحسدت. لا ده وهم، ده حاجات كده داخليه، ده مجتمعيا كده. لكن الحسد ده بيضر مين؟ الشخص اللي بيبص، الشخص اللي بيتمنى لغيره انه ما ينجحش عشان هو ماله مش عارف ينجح، مش عارف يوصل لده، فبيفضل في منطقة ايه؟ صغر النفس، صغر النفس. اي مرض في الدنيا، عشان نبسط الموضوع اكتر، هنفترض قولوا اي مرض شهير حتى الكورونا، خلاص؟ الكورونا دي حد كان يعرف حاجة عنها؟ حلو، يبقى دي اول نقطة هنتكلم فيها النهاردة، مفهوم الثقة بالنفس. يعني ايه ثقة بالنفس؟ ويعني ايه كبرياء؟ ويعني ايه صغر نفس؟ يبقى ده المفهوم. عشان دايما لما كنت حتى وانا زيكم كده اقعد ويوم واحد سارد الست الثلاث نقط ولا الاربع نقط هتوه، فانا هبسطها عشان واحنا بنحكي نتخيلها. فمفهوم المرض الاول، يعني ايه كورونا مثلا؟ خلاص؟ يعني ايه مفهوم اللي احنا هنتكلم عنه ده دلوقتي؟ وهنفهمه منين؟ هنفهمه من منطقتين، من الكتاب المقدس ومن العالم ومن المعرفة اللي احنا عارفينها. خلاص؟ يبقى مفهوم الثقة بالنفس هنفهمه من الكتاب المقدس، يبقى دي أول حاجة. واحد عيان أكيد بيبقى فيه أسباب، صح كده؟ سبب، يبقى احنا هنتكلم عن أسباب عدم الثقة بالنفس. إيه السبب؟ مخالط لحد مريض، عدم مناعة، ما اتطعمتش، في أسباب أدت بيك أو بيكي إن أنت بقى عندك إيه؟ عدم الثقة بالنفس. طيب اتمرضنا وعيينا، مش بيبقى فيه مظاهر للعيا ده؟ سخن، عينيا حمراء، جسمي همدان، عضلاتي مش عارف عاملة إزاي، خلاص؟ يبقى دي المظاهر، يعني أول ما نلاقي حد كده بالمواصفات دي، ده ماله؟ ده مريض، ده مريض. أو أحياناً أنا نفسي أقول على نفسي إن أنا إيه؟ أنا اللي مريض أو مريضة، صح كده؟ يبقى مفهوم أسباب اللي خلى ده كده، ها؟ مظهر، حلو قوي. طب بعد كل ده، برافو عليكم، أسيبكم كده تروحوا؟ لا طبعًا، ناخد روشتة العلاج، خلاص؟ الموضوع بسيط، سهل أهو، حلو قوي. نفتكر الثلاث مناطق عشان وإحنا بنتكلم، جميل. إيه؟ أحيانًا كتير اتعلمنا وفهمنا شوية نقط خاطئة، يؤسفني إن أنا أقول لكم حتى جوه فين؟ جوه الكنيسة. أحيانًا في آيات بتتفسر بتفسير معين، ويمكن المتكلم أو الخادم أو الخادمة كانت بتقولها بطريقة، بس إحنا فهمناها بطريقة تانية خالص. وأول حاجة في موضوعنا النهاردة هو إن أنت تحب إيه؟ نفسك. كنا وإحنا صغيرين لو حد خد حاجة تلاقي المس كده تقول إيه ده؟ هتاخديها لوحدك؟ أنت بتحب نفسك، أنت أنانية. فبقى الانطباع بالنسبة لي أحب نفسي يبقى أنا إيه؟ أناني كده على طول. بحب نفسي يبقى أنا أناني. أنا أحب نفسي، لا ده أنا المفروض إيه؟ أتواضع وأدي اللي معايا لغيري وها؟ بس بدأنا نحس إن إحنا إيه؟ مش فاهمين يعني إيه أحب نفسي. حتى وأنا بقول نحب نفسنا ممكن حد يحس إن الكلمة مالها، تقيلة تقيلة على ودنه. يعني إيه أحب نفسي؟ فيها صعوبة. أنا أحب نفسي عاملين بالظبط زي لما تروحوا مثلا انترفيو كده في شركة، فيقولوا لنا كده مثلا الراجل بتاع الاتش ار مثلا يقول إيه؟ قول لي كده الويكنس والسترونجز، اللي هي الحاجات نقاط القوة ونقاط الضعف. أقوم أنا قايل في نقاط القوة نقطتين كده على استحياء، يعني فاهم؟ نقطتين. وأنا كمسيحي أرثوذكسي متواضع، هات لي بقى ورقة اللي هي نقاط الضعف، عايز ورقة تانية لو سمحت. يعني عارفين ليه يا ابني كده؟ ليه كل نقاط الضعف؟ متواضع، متواضع، لازم أبين قد إيه أنا متواضع. مين قال كده؟ بالظبط كده، بالظبط. يعني إزاي أنا أكتب نقاط قوة في نفسي؟ إزاي أبين نقاط القوة؟ لا 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 لا، فين التواضع؟ فين التواضع؟ إزاي أحب نفسي؟ فأحيانا كتير حتى فينا ناس ممكن يفهموا ده كده، يحسوا ده بكده. الآية اللي بنضحك عليها
كده انه بيخفي مواهبه، وهو اصلا القصه مش كده خالص، الموضوع مش كده اساسا. وبدانا نعمل كده لغايه ما ابتدينا نروح منطقه ايه؟ صغر النفس. تعالى اقول حاجه انا ما بعرفش، تعالى اعمل حاجه اخدم، انا ما ماليش في الموضوع. الموضوع مش كده، الموضوع مش كده خالص. بصوا الايه دي،
احبهم اذا كنت انا مش عارف ايه احب نفسي؟ تحب الرب الهك من كل قلبك، من كل فكرك، من كل نفسك، من كل قدرتك. تحب قريبك كنفسك. ده هو دي وصية كتابية، انك لما تحبه حبه زي ما انت ايه بتحب نفسك. يعني مطلوب مننا ايه؟ عظم خلقتك فيا. يعني انت متخيلين؟ يعني حد بيبص كده في المرايه
بالشكل اللي هو شايفه، بغض النظر يعني بغض النظر عن الملامح اللي احنا ممكن نشوفها، بس ده شيء معنوي يعني، خلوه معنوي اكتر منه. ايه ده؟ قد كده حد فينا يقدر يقول له اشكرك يا رب على المميزات اللي فيا؟ انا اعتقد حتى اللي انا بقوله ده بالنسبه لكم مش مستساغ، مش جاي على ودنكم. معقوله؟ مميزات؟ مميزات ايه؟ ده انا زفت اهو، ما انت شايف يعني، فاهمين؟ فينا ناس فاكرين الورقه بتاعت العيوب، اه بنطلع عيوب قد كده، لكن مميزات مش فاكر ولا حاجه. هو ده، ده المرض، ده المرض. بصوا داود كان هنا عامل ازاي؟ احمدك لانك ميزتني عجبا. بتاع الكبرياء بقى اللي بيتلكك. ما هو انا، ما داود ده بقى ما هو زيي اهو. انت مش زعلان قوي يعني عشان انا بقعد اقول الصفات الحلوه؟ طب ما هو متكبر اهو هو كمان، عمال يقول لك المميزات اللي عندي، مش تكبر ده؟ ايه رايكم؟ داود متكبر وهو بيقول كده؟ وهو بيشكر ربنا على المميزات اللي عنده؟ داود عنده ثلاث نقط في الحته دي في منتهى الروعه. اولا هو عارف ومتاكد ان ربنا فعلا اوجد فيه مميزات، زي ما المفروض كل واحد فينا يبقى عارف كويس قوي ان ربنا اداله مميزات. ما تعملوش زي صاحبنا اللي كتب بوست على الفيسبوك بيقول له معقول يا رب انت خلقتني ساده كده؟ يعني مش كاروهات، مهلم مثلا، ما فيش خالص كده، ساده. عارفين قصده ايه؟ يعني ما فيش ولا موهبه ولا اي حاجه؟ لا غلط. انت مشكلتك انت انك انت ايه؟ ما دورتش جوه نفسك. ما تعرفش ربنا عمل ايه؟ اوجد فيك ايه؟ تعالوا نفهم بقى اكتر يعني ايه اقبل نفسي. اقبل نفسي
المزمور، ابتدي اعرف نقاط القوة ونقاط الضعف اللي عندي، اطلع ورقة وقلم واشوف ايه اللي عندي، ايه الامكانيات اللي عندي. كلنا يا جماعة من واحنا صغيرين بالنسبة لنا المواهب والقدرات، ان انا كنت في الكورال، كنت بمثل، ممكن اعزف. السادة انا مفيش خالص لا مواهب ولا اي حاجة. ممكن اكتب نصوص، الف ترانيم، هو ده كل المواهب اللي بالنسبة لنا؟ ده الصوت بتاعنا ده وبصمته وطريقته، ها دي ميزة. تلاقي في واحد يقول لك ده الراوي بتاع الموضوع، ده اللي هنخليه يطلع يقدم الموضوع، فاهمين؟ بنستغل صوته وطريقته، القائه، دي موهبة. القبول، يعني تلاقي واحد طالع كده الناس فرحانه بيه من غير ما يقول اي حاجه، بس عنده ايه، طله، اللي هي بيسموها الكاريزما، ها عنده كده احساس جميل، حد نستريح نقعد في القعده معاه، دي مواهب. الابتسامه دي موهبه. البشاشه كده تلاقي واحد بشوش وشه كده مريح، مواهب كتيره. بس انت ايه، دور. ده في ناس عندها ملكة الاستماع، انا هروح لفلان احكي معاه، هو لا قدم لي اي نصيحة ولا اي حاجة، بس انا استريحت. ليه؟ لانه بيعرف يسمعني، بيعرف يسمعني. كم من الناس تيجي تكلمه اول كلمتين بس، حلك عندي يا ابني، استنى اكمل اللي انا عايزه، اطلع الخنقة اللي جوايا. لا لا، بس اسمع، بس اسمع بقى انا اقول لك تعمل ايه. مواهب، قدرات كل واحد فينا، ندور على نقاط القوة ونقاط الضعف. طب لو في نقاط ضعف وماله، ابتدي اشتغل عليها، ابتدي اتكلم مع نفسي ازاي ادور على نقاط الضعف دي وابتدي اعالجها. مشكلتنا ان احنا دايما ندي لنفسنا كلام سلبي، وده اللي بيحبطنا، وده اللي بيخلينا ما نشوفش اي حاجة حلوة في حياتنا. في كده آية في سفر الأمثال، ودي تقريبا اللي اتبنى عليها حاجات ليها علاقة بعلم النفس والتنمية البشرية والحاجات دي. بصوا الآية دي: لأنه كما شعر في نفسه هكذا هو. 23:7 أمثال 23:7: لأنه كما شعر في نفسه هكذا هو. حد يقدر يفسرها لي يعني إيه؟ إنسان بسيطة برضه، معلش. زي ما حس هو كده، شيلوا كلمة شعرة وحط فكر. لأنه كما فكر في نفسه هكذا هو. شيل فكر وحط كلمة قال. لأنه كما قال عن نفسه هكذا هو. هتقول عن نفسك انك شخص جميل ورائع ومتميز، عارفين البوزيتيف انرجي هو ده، هو ده. تقعد تقول لنفسك انا كويس، انا شاطر، عارفين لما يقعدوا يقولوا الحاجات الجميله دي، هي دي الايه دي، من الايه دي. لانه كما شعر في نفسه هكذا هو. انا زباله، انا ضايع، انا ماليش لازمه. تلاقي نفسك عمال تتضاءل تتضاءل وتروح لأني منطقه، الصغر بالنفس. لا انا مفيش زيي، انا محدش يقدر يعمل حاجه من غيري، ده انا رئيس المنطقه دي، ده انا كبرهم. كبرياء، عايش مع نفسه، حاسس ان مفيش غيره، ها؟ لكن انا اقول عن نفسي جاي من مين؟ من ربنا.
تحس نجاحك بس بالفلوس، ولا يبقى كل الامكانيات اللي ربنا اداها لك ها محصوره في ان هو اللي احسن مني. لا خالص، هتفضل باصص على اللي في ايده وناسي اللي في ايدك، فهتفضل حزين طول عمرك او عمرك. لكن افرح بايه؟ بالامكانيات اللي ربنا اداها لي، اشوف ايه الحاجات اللي فيا مش قوي وابتدي اشتغل عليها عشان اكبر نفسي واحب نفسي واهتم بيها. لكن ما نعملش زي اللي ايه اللي بيتباهى، ده فلان ده يعني اهو شايف ربنا بقى، شوف الظلم شوف، ونفضل ايه. لان من ضمن عيوب الشخصيات اللي هي عندها ضعف في شخصيتها وكاره نفسه وعدم ثقة في نفسه هو ايه؟ التذمر والشكوى المستمرة. الضابط على الكبوت، واخدين بالكم؟ قال لي اطلع بره، انا فاشل
ماشي. لا ده هو بيقول لك اطلع بره وتعال لي كمان 3 شهور ولا شهر ولا مش عارف قد ايه. ده حتى الناس دي فاهمه كويس قوي انك انت ممكن تروح تتدرب تاني وترجع، صح ولا انا غلطان؟ صح. هو كده في فرق كبير بين ان انا فاشل وان انا فشلت. انا فشلت في كورس انجليش، دخلت امتحن حاجه، دخلت مش عارف، دخلت في علاقه وبعد شهرين قالت لي معلش احنا مش لبعض، احنا اخوات يعني، واخدين بالكم عارفين اللي انا فاشل، انا ضايع، انا ما انفعش، انا خلاص كده. ها مين قال كده؟ برضو خلي دايما نفرق بين فشلي في موقف في حاجه معينه، لكن انا مش فاشل، انا فاشل في طول حياتي. غلط. ودي يمكن من نعمه ربنا على فكره، وهي دي خبرات الفشل والنجاح، ان لا ربنا، وده يبقى عندنا ايمان في حاجه زي كده، ان عمره ما هيسيبنا على طول الخط فاشلين، خدوا بالكم من دي، ولا هيخليك او يسمح انك على طول الخط ايه ناجح، لان ممكن جدا النجاح اللي باستمرار 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 ده ايه ده؟ ده انا كل ما امتد ايديا لاي حاجه بتنجح، ايه ده؟ ايه العظمه اللي انا فيها دي؟ يا خبر ابيض، ده انا خلاص، ده انا هنور يعني، فاهمين؟ هات يا ابني هات، انتوا مش عارفين تحلوا، هات انا احلها لكم، عايز ايه؟ هات يا انا اعمل يعني، خلاص عندك كل الامكانيات. انتوا متخيلين حد ناجح على طول الخط؟ هو في يوسف يعني، معلش يعني دي حاجه كده، بس كان بمين؟ وكان الرب معه، وكان رجلا ناجحا. بس لوحدك كده ها هتلاقي نفسك ايه؟ بقيت متكبر. اتفضل. وده كان الدفعة اللي خلتهم للنجاح. فاكرين الراجل بتاع اللمبة؟ ده حتى يسألوه بيقولوا طب انت المرة ال 555 يعني ما حسيتش انك ترجع اللي انت بتعمله ده؟ ما حسيتش لحظة فشل؟ يقول لك ايه؟ في المرة دي كنت بكتب كده ان المرة الرقم كذا 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 دي مش هتوديني لان انا اعمل ايه؟ ابتدي ابتدي من الاول. عارف طريقه، عارف هيعمل ايه، عارف انه هيوصل، هيوصل، بس محتاج مجهود شوية، محتاج اتعب شوية. خبرات النجاح والفشل ده بيؤدي احيانا ان انا ايه، يا اما اتكبر يا اما يبقى عندي صغر نفس. المراية الاجتماعية، الفيسبوك يعني، دي اقرب شيء لينا يعني. اوعوا تاخدوا ثقتكم في نفسكم من راي الاخرين، خصوصا لو في سني، مع احترامي الشديد، مع احترامي الشديد يعني، واحد في نفس السن مع احترامي الشديد خبراته ايه؟ ده احيانا كتير ايه رايك فيا؟ يعني هي صاحبتها بتقول لصاحبتها ايه رايك فيا؟ حضرتك انت ممكن تكون فعلا هي بتحبك، بس مين يضمن؟ ما انت ممكن تكون هي من جواها كرهاكي وانت رايحه تساليها عن نفسك. بس جيتي في ملعبي بقى، تعالي لي بقى وانا هشردك خالص، فاهمين الفكره؟ يعني هي الفكره هنا كده، انا بقى طالما انت بقى بتساليني، لا انا بقى ايه؟ المرايه الاجتماعيه، ده الفيك الاجتماعي، ده لابسه دريس جديد وعامله ميك اب وفول ميك اب وانتي ميك اب وكل الحاجات الجامده دي وشعر مش عارف ايه، ورحت رازعه الصوره المتينه جواكي منتظره بكام لايك كمان، بقوا 100، انام واقوم كمان ساعتين 101 بس، هم راحوا فين؟ ها 200 300 وصلوا الماكسيمم مثلا 450 يعني بتاع ده لايك، واللفات عددها قد ايه؟ هم الفيسبوك ماشيين معانا ايه؟ بيجيب لك اللفات اللايكات الكير والحاجات دي كلها، واخدين بالكم؟ ما عارفين ان احنا دماغنا فسافيسي، فهم ماشيين معانا، يلا اديهم اللي هم عايزينه. واحد تاني يا عيني راح منزل الصوره بتاعته 10 لايك. انا زباله، انا مفيش حد بيحبني، انا ايه ده؟ مين قال كده ان هو ده المعيار؟
جملة جامدة فظيعة رائعة. يعني هو ده برضو الإحساس ده، ممكن يكون تعالى نضحك عليها جامدة بس ما ليها، هو ده كده. ما هو مش، ما هو نفس فكرة لما بنعزي بعض عن طريق إيه، بس ده خلوه على جنب، دي عن طريق الفيسبوك مفيش كلام. طب وإحنا حارمين بعض ليه من إن إحنا نقول لبعض أنا بحبك أنا بحبك أنا بتعامل معاك؟ يعني ما بنقولش إيه، شطار قوي بجد. انا بشوف ناس ممكن يبقى عيني في عينه وما يسلمش، بس على البتاع عامل لي لايك. لايك ايه يا ابني؟ يعني هو اي حاجه عشان انا عملت لك لايك على الصوره اللي فاتت فانت بتعمل لي لايك دلوقتي؟ طب ما انت مش معبرني اصلا ولا بتسلم عليا، يبقى ايه ده؟ يبقى ايه ده؟ بنضحك على بعض، فما يبقاش هو ده المرايه الاجتماعيه. واحيانا كتير دي بتجرني لحاجه تانيه، ان انا اعمل اي حاجه عشان ارضي الناس، عشان الناس تحبني، وده في حد ذاته قمة الخطأ. عمرنا ما هنرضي كل الناس، لو رضيت كل الناس انت غلطان، لأنك انت كده بتعمل ايه؟ بترضي الطيب والشرير عشان تبقى انت باستمرار ايه؟ حلو وجميل. طب ما انت بتعمل الغلط. مش كده خالص، مش هي دي. وانا عندي
نفسنا بغيرنا. فاكرين لسه قايل لكم يبقى زميلي اللي في الشغل جنبي زيه زيي وقارن نفسي، اشمعنى هو؟ اشمعنى فكرة اشمعنى؟ فاكرين داود كان بيقول ايه؟ احمدك لانك ميزتني عجبا. البصمة الصباع مفيش منها غير واحدة بس، العين. ده حتى في البصمة الوراثية
عشان الناس تعمل ايه؟ تحبني كده. هو يحب كده، تلاقيه يساعد عمال على بطال معانا في كل حاجة، احنا بنبقى فرحانين بيه. ويلا روح يا فلان، تعالى انا عايزك تيجي معايا، يلا انا جاي معاك في اي حاجة. ما عندوش ثبات في شخصيته، مع ده رايح ومع ده راجع. ده ماله؟ ده عنده عدم ثقة في نفسه، عنده عدم ثقة في نفسه. حتى كمان لما تيجي تاخده رأيه في حاجة، احنا هنروح ناكل، اه وانا معاكم، طب احنا مش عارف انا كده، تلاقيهم ملوش رأي. الميل المستمر للشكوى والتذمر، تلاقي برضو دي من مظاهر الشخصيات اللي هي ايه، بتستدر العطف. كان في بنوتة كده تطلع معانا المؤتمر، كل ما تطلع المؤتمر سايبة السنة كلها وجاية يغمى عليها في المؤتمر ده، يعني فاهمين الفكرة؟ لازم يغمى عليها كل مؤتمر، يعني برضو كل سنة، يعني مش بس سنة واحدة، لا كل. ليه؟ لسان عصفور هنا للأنسة، واحد رز بلبن، كتروا الشوربة، فاهمين؟ في اهتمام. لأبونا بقى ساب الاجتماع والخدام والخادمات وكله، اللي رايح واللي راجع يعدي يسلم عليها، وهي عاملة ايه النهارده، اخبارك ايه؟ احساس بايه؟ بالاهتمام. دي مالها؟ معلش بس بحسب تقول لي اسم تاني. اوكي، هي الشخصية دي مالها؟ مالها؟ حاسة بايه؟ حاسة بضعف، حاسة ان هي مفيش اهتمام بيها، فبتحاول تعمل ايه؟ تسحب الكاميرا ليها، تخلي الناس تبص ناحيتها. برافو. صعوبة تصديق المديح، انت شاطر. انا شاطر؟ يعني فاهمين؟ مش مصدق نفسه، مش مقتنع، مش مقتنع ان هو ممكن يبقى شاطر، او ان حد يقول له حاجة كويسة او كلمة حلوة في كده. لا يحتمل نجاح الاخرين. حد نجح اشمعنى ده؟ في كل مرة تاخد هي عروسة اللقاء، فاكرين انت ولا عروسة المهرجان ولا مش عارف؟ عارفين في حاجة كده كانت في المهرجان زمان بيدوها كده للبنات الشاطرة، وتطلع هي لابسة البتاع كده عاملة زي عروسة النيل اللي في النيل دي، وحاجات كده. هي مفيش غيرها، هو ده بس اللي كل مؤتمر فلان الفلاني هو اشطر واهدى طفل. كانت دي بتغيظني انا شخصيا، يعني احنا صغيرين كنا اشقياء شويه، فكان ليا واحد صاحبي كان ده على طول، وياخد بقى مش عارف برواز البابا كرولوس. كان بالنسبه لنا الحاجات دي يعني، هو اصلا طبيعته هادي، فدي كان بنلوم على الخدام الحقيقه يعني، يعني الشقي وبقى هادي ده اللي ياخد الهديه، لكن ده ربنا اوجده في الحياه كده، عامل زي القطنه تحطوه في حته ما يتحركش، يعني ما كان كده. طب ده ياخد ليه هديه؟ ما ده عنده عيب خلقي اصلا، كنا على طول نقعد نتخانق معاه على كده. ده مشكله انه ما بيتحركش، هادي هادي، احنا نقعد نتشاقى ونجري ونعمل. طب سكتنا وربعنا ايدينا، ادينا الهديه احنا بقى، فاهمين الفكره؟ فهو كده، هو كده. لا، في شخص بقى زي انا كده ما بيحبش النجاح لغيره، بيكره النجاح. ليه؟ ليه؟ لانه شايف انه غيره بيبص ليه هو، وهو المميز، وانا اللي لا، انا اللي ما عنديش حاجه خالص. فده عندي مظاهر، عندي مشكله. ختام بقى بالحل، انجز بقى عشان احنا ايه عايزين نعرف نعمل ايه. ثقتك في نفسك لن تستمد غير من مين؟ ثقتي في ربنا وايماني بيه، واثق انه معايا في كل وقت. لا يهمني
بس خلي دي في وانت ربنا معاك، وان ربنا اللي بيطمنك، وانك بتطلب منه الامكانيات اللي انت محتاجها مش اكتر من كده. عشان كده بنقول الثقة في النفس، استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. هو اللي هيعمل ده، يعظم انتصارنا بالذي احبنا. اله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم نبني. الله لم يعطينا روح الفشل، بل اعطانا النصرة والنجاح والانتصار. لكن هيدينا ايه؟ هيبقى فيه ايه في حياتنا؟ هيسمح بايه؟ بفشل. بس ليه؟ عشان يبقى نجاح، علشان نقدر نعرف ونحس ان ده ايد ربنا اللي ممدودة باستمرار لينا. صحح رؤيتك عن نفسك، دي تاني حاجة. يبقى ثقتي في نفسي هتيجي من ربنا. اصحح رؤيتي، ابص لنفسي بنظرة مختلفة. بلاش الكآبة دي، بلاش جلد الذات باستمرار، بلاش الاحساس بان انا ضايع ومليش اي لازمة. ياما امكانيات كتيرة معانا بس احنا اللي مش شايفينها، مش واخدين بالنا منها، ما بندورش عليها، ما بنشيلش التراب من عليها. لا هو زي ما احنا كده. بس بس تفتحش الشباك الله يخليك. بس بس بلا ستارة بلا بتاع، ما هي ضلمة ضلمة، ما هي بايظة بايظة. ايه ده؟ ايه ده؟ هي إيه شخصيتي كده؟ عامل زي اللي لابس بدلة بيضة ورايح شغله، عشان نروح لمنطقة الفرح.
لكن ما نعملش زي يهوذا ومضى حزينا وراح عمل ايه؟ وراح شانق نفسه. ما احنا كده ها؟ لا، انا بعمل ايه؟ بعمل ده عشان افرح، عشان اشوف نفسي برؤية تانية، عشان اتنقل من خطوة لخطوة. لكن مش بعمل ده عشان ازداد حزن وكآبة والولاد يربوا دقنهم والبنات معرفش بيعملوا ايه في نفسهم بقى. يعني ايه ده؟ ليه كل الكآبة دي؟ ليه كده؟ ده عدم ايه؟ عدم ثقة حتى في ربنا نفسه وفي محبته لينا. لكن انا بثق في نفسي، بغير من شخصيتي وبقول لنفسي كده ها، حزنكم يتحول لفرح. بقول له كده ها، لا تشمتي بي عدوتي، لان ان سقطت اقوم مهما يحصل انا واثقة. عشان كده مش هديم نفسي، انا ادانتي لنفسي على مواقف معينة وبعد كده لا، بعد كده لا. ما تقارنش نفسك بالاخرين، ودي قلناها، كل واحد فينا له بصمة. الخمسة الستة، لا تستسلم لفشلك. من فضلك مهما حصل ها، هنقوم هنتحرك، مش هنقف مكاننا، هنفضل ماشيين. مش هستسلم للفشل، لان الفشل ده هيعمل ايه؟ هيخليني، هيحولني لايه؟ ان انا يسبب لي ان انا ابقى انجح. انا عرفت ان دي خبرات بتخليني اعمل ايه؟ انجح. زي بالظبط كده الناس المتجوزين، نقول لهم كده هيبقى في بينكم وبين بعض مشاكل؟ اه طبعا اكيد. ايه ده؟ ايه الاشراقه اللي انتوا داخلين بيها دي؟ يعني بالكم ده يعني هيتجوزوا يعني؟ ده ايه؟ اه المشاكل موجوده، بس المشاكل دي ايه؟ حجر الاساس اللي بتبني عليه البيت. امتى؟ لما يكون احنا الاثنين بنحلها سوا. نفس الحكايه حياتنا، المشاكل اللي بتواجهنا في حياتنا دي ها، لما بحلها بتديني خبرات، بتعلمني زياده. امال انا هتعلم منين لما كل حاجه محلوله محلوله محلوله؟ طب وبعدين هعرف منين انا صح ولا لا، ماشي صح ولا غلط؟ لازم ابقى في مواقف بقع فيها بس بقف تاني. لا تستسلم لفشلك، تجاوز نفسك للآخرين. بصوا يا جماعة، احنا عندنا مشكلة تجاوز نفسك للآخرين دي، اللي هي فكرة ايه؟ بلاش دايما ابقى انا مركز الكون، ابقى عندي حساسية مفرطة، دول ما جوش يكلموني، دول ما بيحبونيش، انا عملت حاجة غلط فيهم، يعني يا اما هم عملوا فيا يا اما انا عملت فيهم. ما ندورها بطريقة تانية، نفكر بطريقة تانية، نبص بطريقة تانية. انا عملت ايه حلو للناس دي؟ ايه الخير اللي انا بقدمه لغيري؟ بسعد اصحابي ازاي؟ بسعد بابا وماما ازاي؟ زوجتي ازاي؟ ولادي ازاي؟ الناس اللي معايا في الشغل ازاي؟ ازاي يبقى كلامي ها، ان الجواب اللين يصرف الغضب، حتى لو انا اسلوبي وطريقتي وتعاملي مع الناس بقدم الخير ازاي؟ زي مثلا في قول منسوب للام تريز، عارفين اللي هي مين؟ الام تريز اللي كانت بتخدم المرضى والذين ليس لهم احد ان يذكرهم. تقول كده السعاده هي خدمه الاخرين، السعاده ان احنا نخدم الناس. مجدي يعقوب حياته كلها انه بيعمل ايه؟ بيخدم الناس. بعد ما ساب كل الامكانيات بيعمل ايه؟ بيخدم. احمد زويل له قول جميل قوي، ده فكره برضو ان انا اكون دايما عارف ان انا ناجح. يقول كده الغرب ليسوا عباقرة ونحن لسنا اغبياء، هم فقط يدعمون الفاشل حتى ينجح، ونحن نحارب الناجح حتى يفشل. يا ترى حضراتكم بتدعموا الناجح حتى يفشل، ولا بتدعموا الفاشل حتى ينجح؟ دورك ودورك ايه في الحياة؟ ولا هل احنا اللي لازم ننجح؟ نفكر. ده في ناس بتتواجد كده انها تشجع اللي حواليها، والناس تيجي تقول لهم انتوا مصدر الالهام بالنسبة لي، احنا بنحب بس كده نقعد جنبكم عشان بحس كده بطاقة ايجابية خارجة منكم. يا ترى احنا بنعمل كده؟ ولا احنا مصدر احنا الاساس، لازم الكل هم اللي يجوا لي، لازم هم اللي يحبوني؟ لا، انا احب الناس، انا اللي اقدم الحب لغيري بالاجمل.
ربنا، هو اللي هيعلمنا ازاي نتعامل مع اللي حوالينا، هو اللي هيعلمنا ازاي نبقى باستمرار بنعرف نحب نفسنا ونبقى في منطقة التوازن النفسي. ما نروحش ناحية صغر النفس ولا نروح ناحية الكبرياء ونفضل باستمرار في منطقة فيها كل الشفاء، ما بقاش فيها مرض، ما بقاش فيه خطية في حياتنا، لان احنا متمسكين بربنا وعارفين كويس جدا طريقنا علشان نكون فعلا بالحقيقة اولاد ربنا يسوع المسيح. ربنا يكون معاكم، وانا مبسوط جدا ان كنت معاكم النهاردة، ويا رب موضوع الثقة بالنفس وحب الذات كده لينا يبقى واصل لكم، وتحاولوا كده تروحوا البيت تفكروا مع نفسكم، طلعوا ورقة وقلم وتبتدوا كده تحاولوا تراجعوا اي حاجة انتم استفدتوا بيها النهاردة. اتفقنا؟ اتفضل. معلش تاني يا عشان اسمعك. بالشغل مثلا حد بيحاول يزقني على الحتة بتاعت سلسلة النفس، وغالبا بيبقى المدير بتاعك يعني في بعض الاوقات هو بيضغطك في الحتة دي عشان ما تطلبش كتير يعني. في اوقات ببقى انا عايز اعمل العكس، عايز يعني نروح ناحية الكبرياء سنة عشان اعمل توازن. اساسا